يا عين على الاكل. شو صيني؟ صيني. خليهم يقلبوا مع بعض. جليز بلش لزقوا على بعض. شوفوا كميه الصوص فخامه. بكفي هالقد جزر. هلا خبروني انتو بتحبوا هيدا الاكله باللحمه او بالدجاج؟ بتحبوها حره ولا مش حره؟ شوفوا هيدا الدجاج الرائع. الله الروعه. تشاينيز تشيكن او دجاج على الطريقه الصينيه، وصفه مطلوبه كتير. خلينا نبلش فيها. صدر دجاج ونصف، يعني تقريبا 300 جرام من فيلاه الدجاج، بدي اقطعهم بهيدا الشكل بدايه. اوكي، ما كتير بصغرهم، خلي القطعه بهيدا الشكل. وعاء مثل ما عم تشوفوا عندي عميق، بدي سقط فيه هيدا الدجاج اللي قطعته. بحط له رشة بهار ابيض، شوية خل ابيض، تقريبا ملعقة صغيرة، عصرة حامض كمان صغيرة، ملعقة طعام نشا، شوية فلفل اسود على الخفيف. هلا بنخلطهم كلهم مع بعض. نسينا الملح، شوية ملح نحرك. جهزوا عندي. هلا خلونا ننتقل على النار لنعمل هيدا الدجاج بطريقة طيبة. لنعمله هون اول شيء خلي النار عندي قوية، اوكي، بدي اوضع زيت نباتي بدعمة شوي، اوكي، يعني حطيت لي شيء 4 ملاعق طعام. هلا حمي زيتي بشكل منيح وبوضع هيدا الدجاج. تن تررن تن 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 تررن. هيدا تشاينيز، هيدا تشاينيز موسيقى مانيوال. طبعا هون بدي اقوي النار، خلي الدجاج مع هيدا النشا يعطي هيدا اللون الاشقر من برا. منشيلهم ومنكمل بنرجع. طفينا الغاز، شوفوا كيف صاروا عندي 3/4 استوى. بيجي لهون نزل بس الدجاج. اوكي، رح ينزلوا معنا هلا هيك ولا ما رح ينزلوا؟ 1 2 الله. خلينا نزيح الدجاج على جنب. عندي جزره مقشره بدنا نعملها بهذا الشكل الحلو، اذا بتحبوا يعني، حتى لي تطلع عندي مهضومه. بنقطعها رفيعة مشان تستوي عندي. طالع مثل تبعون النينجا. بكفي هالقد جزر. خلينا نشيل هيدا الطرف مثل ما عم تشوفوا. واللي بدي اعمله هلا بشيل هيدي هيك، بشيل هي من هون بهيدا الحجم. بنفس الزيت ننزل بالفليفله والجزر، حراره قويه. شوفوا هالبصلات كيف قطعتهم بهيدا الشكل، كمان ننزل فيهم نغنجهم هيك. شوفوا ما احلاهم. خليهم يتقلوا عندي نار قويه. اكيد ثوم مهروس بشكل جيد ناعم، زنجبيل كمان فريش، بصل اخضر مقطع بهذا الشكل كبير، فيكن اصغر حسب الرغبه، شوي صغيره بس. نرجع بننزل بالدجاج مع ميته مع كل شيء، روعه. نقلب. يا عين على الاكل الصيني، يا عين على الاكل. شو صيني؟ صيني. هلا خبروني انتو بتحبوا هيدي الاكلة باللحمة او بالدجاج؟ بتحبوها حرة ولا مش حرة؟ اعطونا تعليقاتكم. نحط لها شوية حار بتطلع يا سلام. بلش يستوي عند الدجاج على الاخر، بدي اضيف له كم شغلة. عندي هون حار خشن، شايفين؟ هيدا قوي كتير هيدا الحار.
صلصة الصويا. مهم كتير، لازم يكون في صلصة صويا ندعمها. هيدي معتدل الصلصة، تقريبا شي ملعقة ونص ملعقتين طعام حسب ما بدي. كاتشب. شوفوا فينا نحط اويستر صوص، بس الاويستر صوص عادة بيجي فيه خمر، مشان هيك انا مش رح استعمله. اوكي، مثل ما قلنا هلا عندي كاتشب والصويا رح اكتفي فيهم. مثل ما عم تشوفوا بنقلب، شوفوا ما احلاهم، بلش الطبق ياخذ لون. شوفوا هيدي الروعه، حطوا له ضربه مرق دجاج. اوكي، هلا قد بكفي، خليهم يقلبوا مع بعض، نكمل استواء الدجاج. شوفوا ما احلى هيدا اللون وهيدا الطبق. شوفوا عندي هلا النشا الموجود على الدجاج بلش يشد، ولكن انا رح ارجع شوي يشدهم. رح اعمله هون عندي شويه نشا، رح ضيف لهم شويه مي. اوكي، ما بدي كتر نشا مشان ما تشد عندي، بس لازم يلزق. فبدهم شي ملعقه شاي، يعني هلا انا كترت شوي، ولكن ملعقه شاي هيك على الخفيف مثل ما قلنا. وبنحرك مباشرة رح يشد عندي هيدا الصوص ويلزق على الدجاج، وهيدي أهم شغلة تصير عندي. شوفوا ما أحلاهم بليز، بلش لزقوا على بعض. شوفوا كمية الصوص فخامة، صاروا جاهزين عندي. رح رشلهم شوية سمسم هلا، وبعد شوي كمان رح أرجع رش على الوجه. روعة. انتبهوا بس للملح، أوكي، لأنه مرق الدجاج ممكن يكون مملح إذا عم تستعملوه، ولا الصويا، وبتطلع فخامة. رح اقدمهم مع الرز المفلفل بطريقة بسيطة، يعني مي ورز وشوية ملح. الطريقة الصينية، عم استعمل رز مصري نقعته قبل بوقت وغليته على النار، على نار خفيفة. شوفوا قديش هني رائعين، قديش ريحة المطبخ ملت بهيدا الطبق. عن جد كل مكون حطيناه له معنى وله طعم. إذا عملتوها بهيدي الطريقة رح تبهروا فيهم كل العائلة. عصرة حامض صغيرة على الوجه مع شوية بصل أخضر مفروم، وايضا مثل ما قلنا رح نرجع نحط لهم هيدا السمسم على الوجه، بيعطيهم شكل كتير حلو. شوفوا هيدا الدجاج الرائع، الله الروعة، شي ريحتها شهية جدا. طعمه يعني لا يوصف، طريقة رائعة، كل عنصر فيها في نكهة. تابعونا وما تنسونا اعطينا تعليقاتكم اذا عجبكم هيدا الفيديو بهيدي الطريقة، واشوفكم بحلقة مقبلة.